الساعه حوالي 10 الا تلت كده، لقينا الدخنه دخنه عاليه والناس عماله تصوت وبتاع، فدخلنا جري لقينا البياعين بقى هم صراحه هم والشرطه اللي كانت موجوده هنا اللي عاملين ايه حاولوا يطفوا في الحريق. مفيش خمس دقائق او 10 دقائق بالكتير عربيات الايه المطافي وصلت بقى، كل ما يطفوا عربيات الحريق يطفوا الولعه بتزيد لحد ما جابوا اللي هي الرغوه ديت وطفوا عربيات الاسعاف. طبعا كان المنظر يعني ربنا ما يكتبها على حد. الجثث كانت كتير صراحه، يعني اول ما دخلنا قبل ما الاسعاف تيجي كانوا مركنينهم على جنب البياعين والشرطه كانوا عاملين يشيلوا فيهم ويحطوهم على جنب هنا، كانت الجثث كتير صراحه. توقف بره لقيت بقى انفجار شديد خالص، فجريت لقيت اللي حصل كده.